السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 11 للعام 2013 المتضمن إضافة مادة جديدة على قانون العقوبات حول إشراك الأطفال في الأعمال القتالية، تقضي بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من 10 إلى 20 سنة والغرامة من 1 إلى 3 ملايين ليرة سورية لكل من جند طفلا دون سن 18 من عمره بقصد إشراكه في عمليات قتالية أو غيرها من الأعمال المتصلة بها، وتشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن الفعل إحداث عاهة دائمة بالطفل أو الاعتداء الجنسي عليه أو إعطاؤه مواد مخدرة أو أي من المؤثرات العقلية، فيما تكون العقوبة الإعدام إذا أدى الجرم إلى وفاة الطفل. مجموعات إرهابية مرتزقة لا تمت للإنسانية بصلة، تقتل وتروع ولا فائدة منها. مجموعات تكفيرية لا تبالي بسرقة براءة الأطفال لتزرع مكانها الحقد والقتل، لا لشيء سوى لسهولة استدراجهم، سواء بالترغيب أو الترهيب لا فرق. هؤلاء هم مرتزقة تنظيم القاعدة. مجموعات إرهابية مسلحة تجند الأطفال في صفوفها وتجبرهم على حمل السلاح والاشتراك في المعارك ضد قوات الجيش والدولة السورية. مجموعات إرهابية مسلحة تستخدم هؤلاء الأطفال لتعذيب وإعدام من يقع في يدها من مختطفين. هذه الجرائم تتناقض مع القوانين الدولية التي تمنع استقطاب وتجنيد الأطفال في القوات أو المجموعات المسلحة، وتعد استخدامهم للمشاركة في الأعمال القتالية جريمة، سواء أكان ذلك في المشاركة المباشرة بالمعارك أو بالاستطلاع أو التجسس والعصيان أو باستخدامهم كوسيلة تمويه وإخبار. من الضروري أن يعرف العالم ويكون على بينة واطلاع بممارسات هذه الثورة المزيفة في سوريا. معنا أخونا أبوه أب جاسم. أب جاسم أصغر أبطال الجيش الحر المتوازين الآن في أحد قطاعات. جاسم معروف على مستوى الكتائب هو وكم واحد من جيله. جاسم معروف على مستوى الكتائب هو وكم واحد من جيله. قد عمرك أنت في المقاتل؟ 14 سنة. باختصار ومن دون زيادة أو نقصان، هكذا تغتال المجموعات الإرهابية التكفيرية براءة الأطفال في سوريا والعالم. وبالعودة مشاهدينا إلى